السلام عليكم. اليوم نعرفكم بأهم المشاريع التي تم اتفاق عليها مع الشريك الصيني والقيمة المالية يعني اللي تقرر استثمارها في كل مشروع انطلاقا من مشروع الأقل يعني استثمار إلى أكبر المشاريع التي تم يعني اليوم. ونبدأ بالمشروع الأول، هو استثمار 1 مليار دولار في المدينة الجديدة تاع بوزول، واللي سوف بموجبها يتم إنشاء شركة جزائرية صينية وكذلك مكتب دراسات مشترك بين الجزائر والصين لدراسة كل ما يتعلق بالمدينة الجديدة وكذلك إعادة النظر في القوانين المضادة للزلازل. إذن اللي بموجبها سوف يتم إذن الانطلاق في الأشغال في المشروع هذا نتاع المدينة الجديدة، وكما قلنا تلحق القيمة ديالو تاع الاستثمار هي 1 مليار دولار. المشروع الثاني الذي لا يقل أهمية واللي سوف يتم استثمار فيه 2 مليار دولار هو مشروع مصنع بيد للسيارات. وللعلم أنه شركة بيد هذه لإنتاج السيارات الصينية تعد أكبر شركة لإنتاج السيارات في العالم من حيث يعني الكمية بتاع السيارات التي يتم إنتاجها تقارب 2 ملايين سيارة سنويا. إذن هذه الشركة سوف تستثمر 2 ملايير دولار لإنشاء مشروع نتاع مصنع ضخم لإنتاج السيارات في الجزائر، واللي عندها أكثر من 14 نوع من السيارات سوف يتم يعني إنشاؤها في الجزائر، وكذلك سوف تنشأ تصنع سيارات كهربائية كذلك وسيارات عادية تمشي بالبنزين. المشروع الثالث هو إنشاء مصنعين لإنتاج الطاقة المتجددة والطاقة الجديدة. المصنع الأول يتعلق بالألواح الشمسية، مصنع لإنتاج الألواح الشمسية، والمصنع الثاني يتعلق بإنتاج بطاريات ليثيوم. وهذه البطاريات ليثيوم اللي أصبحت الصين رائدة في هذا الميدان، والبطاريات هذه تستعمل في تخزين الطاقة الكهربائية اللي يتم إنتاجها انطلاقا من الطاقة الشمسية. المشروع الخامس المشروع الرابع هو مشروع ميناء الحمدانية، والتي يتم بموجبه استثمار ما لا يقل عن 5 مليارات دولار في هذا المشروع للانطلاق فيه في قرب الأجل. إذن وكذلك يعني المشروع هذا يحتوي على طريق سكة حديدية وطريق سيار، إذن فيه عدة فروع، ويتم إذن استثمار 5 مليار دولار في هذا المشروع. المشروع الخامس الذي تم الاتفاق عليه والقيمة نتاع الاستثمار الصيني في هذا المشروع هي 7 مليار دولار، وتتعلق باستغلال مناجم الفوسفات في جبل العنق، وكذلك كل المنشآت اللي تتبع المشروع هذا نتاع التحويل تاع الفوسفات الى مكونات اخرى يتم إذن انتاجها وتصديرها جزء منها، وتكون فيه كمية سوف تصدر نحو الصين من الفوسفات والأمونياك وعدة مكونات للفوسفات تدخل في إطار يعني تطوير الفلاحة خاصة. المشروع السادس والأخير هو مشروع غار جبيلات، واللي تصل قيمة الاستثمارات الصينية في هذا المشروع هي 12 مليار دولار،
ويحتوي المشروع هذا على عدة فروع، منها إنشاء 3 مصانع. المصنع الأول يختص في إنتاج العوارض الفولاذية في بشار. المصنع الثاني هو مصنع لتحويل الحديد الخام إلى فولاذ وإلى منتجات حديدية مختلفة، وهذا المصنع سوف ينشأ في وهران. والمصنع الثالث هو لم يحدد المكان متاعه، وهو خاص بإنتاج عربات سكك الحديدية إذن مع الصين. وهذا المشروع هذا هو مشروع متكامل، كذلك يحتوي على فرع رابع، وهو استغلال المنجم الحديد في غار جبيلات، وكذلك فيه فرع آخر وهو فرع في المشروع هذا، يعني بنفس المشروع هو إنشاء خط السكك الحديدية، الرابط بين مدينة بشار ومدينة تندوف على مسافة حوالي 1000 كيلومتر. إذن كل هذه المشاريع، وهذا المشروع هو أكبر مشروع سوف يتم يعني الاندماج فيه مع بالشراكة مع الصين، واللي تصل القيمة تاع الاستثمارية لهذا المشروع إلى 12 مليار دولار. وكل هذه المشاريع القيمة الإجمالية تقارب القيمة الإجمالية تاعها حوالي 30 مليار دولار، وهذه التقييم تقييمات أولية. سوف يتم مراجعة هذه الأرقام مع يعني تطورات سوف تعرف هذه المشاريع في يعني المستقبل. إذن فيه يعني دراسة مستقبلية ل يعني تحديد الاستثمارات الحقيقية، يعني هذه كلها تعتبر نوايا إذن تاع استثمارات، وسوف يتم متابعة هذه المشاريع مع الشريك الصيني في المستقبل. إذن هذا هو مجمل ما تم الاتفاق عليه، بالإضافة إلى مشاريع أخرى راهي قيد الدراسة في ميادين أخرى. إذن نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.